مساء الخيرات. أهلين دكتور. شو بلاقيك متأخر بالمحل على غير العادة؟ إيه والله لقيت حالي متنشط شوي، قلت براجع الحسابات. يا سيدي الله يعطيك العافية ويخليك ويديمك فوق رأسنا يا سيدي. طمني شلونك أنت، شلون شغلك؟ والله يا أبي الحالة دائرة معي تمام، يعني يا بيجيني مريض باليوم يا مريضين وغير هيك ما في، مع أنه صار لي فاتح العيادة أكثر من 10 سنين. الرزق عند رب العالمين مكتوب ومحسوب. يعني لو ما حضرتك اشتريت لي هالعيادة كنت بدي ادفع أجارة وكانت حالتي بالويل، بس ربك رحيم عم ناكل ونشرب ومسورة. بابا أنت نظيف ولازم تضل نظيف طول عمرك، مهنة الطب مهنة إنسانية قبل كل شيء، ولا تنسى أنك حالف قسم على شرف المهنة. صدقني يا ابني أنا ما بفتخر فيك إذا كنت طبيب غني، بفتخر فيك إذا كنت طبيب إنسان. تربيتك يا أبي، والله تربيتك. بالعكس أنا إذا كنت حابب صير غني فعذري الوحيد بهالطموح إني خليك تقعد بالبيت والتزم بمصروفك وحاجتك شغل بقى. يعني أنت والله ما قصرت معي منوب، ولازم أنا هلأ يعني ردلك جميلك. لا هلأ بلشت تخبص بالحكي. ألو. نعم. يا أهلين، مرتك نسرين، تفضل يحكي. أهلين نسرين. لا يلا يلا جاي، بس حبيت أمره على أبي وأطمن عليه. نعم. ولا يهمك، هلا بقول له. ماشي الحال، الله معك. عم تقول نسرين ليش ما بتجي بتتعشى عنا بالبيت أحسن ما تتعشى لحالك بالدكان؟ سبقتكم أكلت سندويشة لبنة ومشي الحال. إن شاء الله صحة وهنا. ويا ترى بدك تمشي هلا ولا بدك تضل سهران؟ ما قلت لك شايف حالي متنشط، بركي بكمل حساباتي أحسن. ماشي إن شاء الله على طول. تصبح على خير. بدك شي بابا؟ سلامة عينك. يسلم لي عمرك. الله معك. السلام عليكم. مع السلامة. أنا برأيي وضعنا ما رح يزبط إلا إذا اجتك فيزا من الخليج. ما بدهم واحد بعمري، بدهم واحد أصغر مني. أنا عم شو قصري النظر؟ شو أنت موظف حكومة لحتى يحيلوك على التقاعد؟ شو بيعرفني؟ بس بكل طلباتهم عم يحددوا شرط العمر. طب يحطوك مدير مستشفى أو مدير مستوصف، يعني يستفيدوا من خبرتك. يا ستي هون ما عملوها حتى يعملوها هنيك. بدك تتفرج على التلفزيون ولا بدك تنام؟ لا والله بدي أتسطح شوي، تعبان. طيب حبيبي سبقني وأنا هلأ لاحق. ماشي. مين بده يجي لعنا هلا؟ ما بعرف، غريب. يعطيك العافية دكتور. خير؟ دخيل عينك، في عندي شخص مريض وبحاجة لإسعاف. خير، شو بو؟ ما بعرف، بس إصابته كتير خطيرة، ولازم تروح معي بسرعة. بس أنا هلا يستر عرضك يا دكتور لا تخيبني. طيب شو عم يصير له؟ شو وجعه؟ يا دكتور ما بعرف، بس المسكين ملأ أحلام من تمه ولا من كمه. وين البيت؟ بعيد من هون؟ لا مو كتير دكتور، يعني شغلت 10 دقايق بالسيارة. انت شو بتكن له؟ قرايبه دكتور، قرايبه. عجل دكتور استر على عرضك. معك سيارة؟ اي معي سيارة. اصبح سبقني على بير ما البس. حاضر دكتور، حاضر، كتر خيرك. خير شو في؟ حالة إسعاف طارئة. يا لطيف. مطولين الرسالة؟ وصلنا دكتور، وصلنا. شو دكتور طمني. شو طمني؟ انا ما بقدر ساوي له شيء على الاطلاق. شلون يعني؟ يعني انا ما بقدر المسه او اقدم له اي مساعده. انا اسف يا دكتور. شو اسف ما اسف، الزلمه رح يموت بين ايدينا. دبره
شو دبره يا أخي؟ هذا الزلمة مصاب بطلق ناري بصدره وشغلة فيها مسؤولية. يا دكتور والعمل هلأ؟ العمل لازم نخبر الشرطة. شو شرطة ما شرطة دكتور؟ ما في داعي نخبر الشرطة. ليش أنتو شو عاملين؟ نحنا؟ شو عاملين؟ مو عاملين شي. مين يلي قوصه بصدره؟ يا دكتور يعني صارت معنا حادثة بسيطة بالصدفة، وإذا بدنا نخبر الشرطة بصير فيها سين وجيم، يعني بتعقد المسألة. هي مشكلتكم، أنا ما بقدر ساعدكم منوب، آسف. إن شاء الله دكتور فهمني، الزلمة رفيق ورح يموت بين إيدينا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولك حبيبي عم تفهم عربي أنت؟ هالشغلة فيها جرم، فيها جناية، شلون بدك ياني يفوت بالموضوع بدون ما أعرف شي عن المسألة؟ بصير شريككم بعدين. يا دكتور الشغلة إنسانية، بعدين بهون عليك يموت بين إيديك وما تقدر تعمل له شي. طيب أنا رح طالع له رصاصة من صدره، بس بمجرد ما أطلع من هون بدي أخبر الشرطة. تنسى انك حالف قسم على شرف المهنه. يعني انت والله ما قصرت معي النوم. ايه دكتور شو؟ طيب ماشي الحال. يعطيك العافية. الله يعافيك دكتور. وين طالع معي؟ دكتور مشان وصلك. لا تركني لحالي. طيب دكتور يعني مشان. لا تخاف ما رح خبر الشرطة، بس أنا حابب أتمشى لحالي. ما كان لازم أخذ منه المصاري، ليش الله عمى على قلبي وأخذته؟ بس كان لازم أخذ هالمصاري لأنه مصروفي ما عم يكفيني، والوالد اللي يا دوب عم يطالع لقمة عيشه بحاجة إلي مثل ما أنا بحاجة إله، وربنا سبحانه وتعالى ما رح يحاسبني لأنه بيعرفني مضطر. سامي أنا بالمستشفى، أبوك تعبان شوي. خير نسرين شو فيه؟ مسكين وضعه حساس شوي. شو السبب؟ شو صار معه؟ سلامتك. أهلين بابا، منيح اني شفتك. خير بابا؟ شو صار معك؟ بعد ما تركتني ورحت هجموا علي اثنين زعران بدهم يسرقوني، لما حاولت قاومهم واتصل بالشرطة واحد منهم بإيده سكين ضربني بصدري، ساعتها اضطريت دافع عن نفسي، سحبت المسدس اللي بالدرج اللي عمري ما استعملته، قوصت عليه
ما بعرف شو صار له. وعرفت مين هدول؟ لا، بس واحد منهم شعره أحمر وعلى خده علام جرح قديم. ولا يهمك بابا، ولا يهمك إلا ما يكشفوهم بالتحقيق، لأنه أبي سامحني. دخيلك دخيلك سامحني يا أبي. طيب شو حتكون الفقرة اللي بعدها بالبرنامج؟ في عنا فرقة البراعم الموسيقية ورح تعزف نشيد يا أشجار بلاد ارتفع. عظيم، واللي بعدها؟ بعدها في عنا كلمة مدير الأحراج ورح يلقيها الأستاذ محمود العنتالي. حلو، واللي بعدها؟ في عنا قصيدة للشاعر المهلب أبو كعبان. لك حبيبتي، لشو الشعر هلأ؟ أنا برأيي ما في داعي للشعر بنوب. ما بصير يا أستاذ بسام، يعني بسلامة فهمك. وليه ما بصير بقى؟ يعني ضروري إذا كنت عم تدرسي أدب عربي تفرض علينا الشعر فرض؟ لا أبداً أستاذ، بس يعني القصائد تعتبر من أساسيات الاحتفال، يعني ما في مناسبة وطنية أو قومية أو تربوية أو اجتماعية أو ثقافية إلا ولازم يكون الشاعر أبو كعبين عم يلقي فيها قصيدة. ولو يا أستاذ، يعني هذا الشعر أبو كعبين الشعر الدائم للمناسبات والاحتفالات. أنا مالي مقتنع بهالشغل منوب، شطبي لي إياه ولا تضيقي الخلايا. الله يخليكي. عفوا استاذ بسام، ما تزعل مني بس ما فيني اشطبه بهالسهوله. اف ليش بقى؟ لانه المهلب ابو كعبين علاقته كتير قويه بالمسؤولين الكبار، يعني ما في مسؤول مهم او غير مهم بهالبلد الا وناظم فيه قصيده مدح وتقريض. وبعدين خاف يا استاذ بسام اذا ما دعينا يقوم ينظم فينا قصيده هجاء، وبصراحه نحن مالنا قد لسانه ابدا. انا من جهتي ما له فرق مع منوب، بيمدحني بيهجيني مثل بعضها، شايف كتير من هالنمر. استاذ اسمع مني بس هالمره، بس هالمره خلينا ندعي، ما رح نخسر شيء. طيب ماشي الحال، اكتبي اسمه. اوكي استاذ، بس فيك هيك يعني اذا سمحت تكتب لنا دعوه رسميه له؟ كمان حلوه هالصوره، مو هيك تمي؟ ايه كثير حلوه، واضح انه شاعر، بتعرفي طالع مثل البحتري تماما. ليش انت شايف له صور للبحتري هلا؟ لا والله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا استاذ، اهلا وسهلا بشعرنا الكبير ابو كعبين. اهلا وسهلا انيسه فايزي، اهلا وسهلا. تفضلوا استريحوا يا اهلين وسهلين. تفضل استاذ. شرفوا شرفوا يا اهلا. مين لا تعجل. عفوا اسف. تفضل استاذ. شو صحة؟ الحمد لله، شلون صحتكم انتو استاذ؟ لله الحمد، عم بفطر شعر وعم بتغدى شعر وعم بهضم شعر. بس 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 عفوا استاذ، يعني حضرتك اني كاستاذ كبير يعني ما عاد شفنا قصائدك وروائعك الخالدة بالمجلات والجرائد مثل ما تعودنا، يعني برأيك يعني ما كأنك شوي مقصر بحق القراء والمعجبين، ما هيك استاذ؟ الحق معك، ملاحظتك صحيحة تمام. في الواقع أنا مشغول هلأ بديوان جديد ومتأمل يعمل ضجة حقيقية بالبلد. وشو عنوانه أستاذ؟ السمرمري يشوى على السفود. عنوان حلو كتير أستاذ، يعني خاص ملفت. أصبح لحظة، إلك عندي هدية قيمة. هذا آخر ديوان أصدرته، اسمه تركوني أنا حزين. استاذ ما شاء الله لا تعذب حالك، لانه يمكن عندي نسخه منه. لا لا ابدا مستحيل، هذا الديوان طالع من المطبعة تازة، يعني من شي جمعه بس. انت اللي عندك اسمه لا تتركوني بحزني. تفضلي. مزبوط تفضل. شكرا شكرا. يا ترى قريتي؟ ايه استاذ كتير حلو. استاذ عفوا بعد اذنك، بهالمناسبه الاستاذ بسام رئيس مجلس المدينه بيسلم عليك وبيقول لك انه هذا الكرت لحضرتك للمشاركه بيوم الشجره. ايه طبعاً بدهم يبعثوا، لأنهم ما بيقدروا يستغنوا عني مهما كانت الأسباب. شو يستغنوا عنكم أستاذ؟ أنتوا الكل بالكل، أساساً احتفالنا ما بيسوى ولا شي بلا قصيدتكم. معك حق، والناس بتجي من شاني،
لأنه قصيدتي دائما بتعطي معنى ثوري حقيقي للاحتفالات. عفوا أستاذنا الكبير، يعني نحن الاحتفال تبع يوم الشجرة هو صار بعد جمعتين، فهل يا ترى القصيدة رح تكون جاهزة؟ رغم أني ما بشك أبدا. والله ما بوعدك، لأنه مثل ما بتعرف الشغلة مو جرزة بقدونس رح أشتريها من السوق. هذا شعر يا أستاذ تميم، شعر، شعر حقيقي مو طبخة. يعني أحيانا وأنا بتواليت عم بتحمم طبعا بتطلع معي أحلى القصائد، وأحيانا بضل شهور والقصيدة معصل جاي معي. والله معك حق يا أستاذ، يعني الشغلة بالنهاية بدها تجلي وإلهام. بتصدقي يا آنسة إني كتبت مطلع قصيدة عم بمدح فيها أمير النفطي وما طلع معي إلا المطلع، وهو على ما أذكر شو هو يا ربي، لفنا يا أمير بالنفط والحرير، الذهب الأسود آت وأنا عندي براميل. ووقفت عند هالبيتين وما عاد طلع معي شي، اتسكرت بوشي القوافي، وبعد سنة كملتها وكرجت معي المسبحة واستلمت الشيك من الأمير. والله يا أستاذ كلامك صح، لأنه الإبداع فعلا ماله أي وقت محدد. ماله وقت محدد. بس يلي عم يضايقني أنا إني أنا شخصياً شاعر المرحلة المكلف والمنتدب بقرار رسمي من الوزارة، شاعر المرحلة بكل أبعادها وتفصيلاتها وأيديولوجياتها. يعني مثلاً أنا كتبت قصيدة عن عيد الأم، القصيدة المشهورة تبعي يلي بكت العالم والولاد، يلي مطلعها أمي أمي أفديك وبروحي وبجسمي، معروفة. وكتبت بعيد الثورة قصيدة مطلعها يا ثورة دوري دوري عالباغي وفكيله عزم البراغي، كمان مشهورة. وبعيد الشبيبة كتبت عن شب عم يحدد لخطيبته موعد العرس، وقلت يا حبيبة يا حبيبة عرسنا بيوم الشبيبة. وكتبت عن الأشجار والطبيعة والبرد والشتاء والزمهرير وسعد الدابح وسعد الخبايا وسعد السعود وسعد زغلول. لا والله آسف، سعد زغلول ما كتبت عنه، بس نظمت قصيدة حقيقية عن بردة وسميتها على وزن نهج البردة، نهج بردة. وساويت قصيدة لسائح عربي توفى بالإيدز ببانكوك، وهجيت ضفدعة ومدحت نحلة، وافتخرت بشجاعة الدب بحديقة الحيوانات، وفصلت قصيدة بتحكي عن العرب وصبرهم على المكاره والهزايم، ومدحت أعضاء البرلمان على كرمهم بالولايم قبل ما ينجحوا، وهجيتهم على بخلهم بعد ما صاروا. وإيش بدي أحكي لأحكي؟ شو بدي عد لعد؟ تاريخ أنا، تاريخ حقيقي، والحمد لله عم بقبض راتب من الدولة. ها مو مقصرين الجماعة، عاملين لي مخصصات حقيقية. أستاذ أنتو ما بينخاف عليكم، وإن شاء الله بتبيض وشنا بهالاحتفال، ما هيك؟ طبعا إن شاء الله. بس المسألة هلأ متعلقة بشيطان الشعر. لكن إن شاء الله يا أستاذ يجيكم وما يترككم ابنه. عش واحدا يا صديقي ولا تكن اثنين، يا ماشيا في طريقي خزيت عنك العين. يا ليلى يا ليلى. خير بابا؟ بدك شي؟ شو بدي اعمل بهالصرصور؟ انا صرصور؟ مالك سمعاني صوت الصرصور؟ قسما بالله العظيم طير لي القوافي من راسي. طيب يا بابا يا حبيبي، هذا شلون بدي سكته؟ يعني الجيران وطلعت لعندهم فرجيتهم يخففوا صوت التلفزيون والمسجلات، بس هذا شلون بدي سكته؟ ما بعرف، دبري حالك. أبوكي بمأزق حقيقي، والقصيدة معصل جمعي، ومو بقيان غير 10 أيام للاحتفال، وفوق هالشي شيطان الشعر عم ينذرني بالانصراف عني. بقى يا أنا يا هالجدجود. شو هذا الجدجود؟ لك الصرصور بابا، الصرصور. بقى الله يرضى عليكي، خدي علبة مبيد الحشرات وروحي بخي عليه حتى يموت. طيب شو بيعرفني محله؟ يمكن لاقطي على الدرج. ها اسمعي اسمعي شلون عم يغني وجاكرني. بقى الله يرضى عليكي، روحي اعملي له بخة بختين حتى نخلص منه بقى. حاضر بابا.
رفعتم الأشجار يا أشرار. فغدا شريدا الحسون والهزار. شو هاد يا شو هالضجة هاي؟ يسلموا هديات ان شاء الله. شكرا. طمني ان شاء الله خلصت القصيده معك. من وين بدها تخلص والازعاج محاوطني محاوطه؟ ليش مين زعجك؟ السيارات والجدجود والقطاط والبياعين والكلاب، كل مين عم يغني على ليلو. يعني كم بيت خلصت لحد هلا؟ 20 بيت بس. ممكن تسمعني اياهم؟ بعدين بابا بعدين. هلا بدي اشوف برنامج محطات ثقافيه، قال بدهم يحكوا عني. سيداتي سادتي صباح الخير. نبدأ برنامجنا بباقة من الأخبار المحلية والعالمية. كلف السيد بسام البسام رئيس مجلس المدينة الشاعر الكبير المهلب أبو كعبين بإلقاء قصيدة في احتفال عيد الشجرة. ولقد وصلنا من مصادر موثوقة أن شاعرنا الكبير عاكف على نظم القصيدة. إليكم الآن هذا الخبر الطريف. منعت السلطات المحلية في مدينة سالزبورغ بالنمسا عبور السيارات عبر الشارع الذي يسكن فيه شاعر المدينة ويلهلم سوركي، وذلك حرصا على راحته. هيك ها؟ يا سلام على هالتصرف، ما اروعه. هي العالم اللي بتفهم. ولك تتهنى يا ذي الليل. الو؟ نعم؟ اهلين؟ صباح الخيرات؟ ايه موجود. لا لا مو نايم. لحظة صغيرة. معه وحدة اسمها فايزة بالتيار. هي سكرتيرة المدير، هاتيها لقلك. الو. اهلين، اهلا وسهلا انسة فايزة. شاعرنا الكبير ابو كعبين، كيف الصحة؟ استاذ انا فاتح التليفون لحتى اطمن على حضرتكم. ان شاء الله القصيدة صارت جاهزة. لا والله يا انسة فايزة ما لا جاهزة. ايه والله، وبلغي لي رئيس مجلس المدينة انه مستحيل خلصها بهالظروف الصعبة هي، مستحيل ولا بشكل، لا تحطوها بفكركم منوب. ليش خير استاذ؟ شو في؟ شو ليش؟ منغصات الابداع كثيرة واكثر من ان تحصى، ولهالسبب انا لازم قابل سيادة رئيس المجلس واتفاهم انا وياه، وبصراحة اكثر حابب اتعرف عليه ويتعرف علي. لك ثانيا بدي اهديه هيك شيء كدسة من دواويني. وثالثاً وهذا هو الأهم، بدي أبحث معه قضية منغصات الإبداع، لأنه هالمنغصات حقيقية. مع السلامة أستاذ. الأستاذ أبو كعبين بده يقابل حضرتك، شو رأيك؟ ماشي الحال، خليه يتفضل بكرة. الأستاذ بسام مع كامل ودي الحقيقي ومحبتي. تفضل يا سيدي، هاي دواويني مع الاهداءات. شكرا كثير لك يا اساس، يسلموا هديات. الله يسلمك. انا فعلا بدي اهنيك من كل قلبي على هالغزاره هاي. غزاره حقيقيه مو هيك؟ ولسه عندي قدر مرتين، بس للاسف الشديد الطبعات نافذه وما عندي غير نسخه واحده من كل ديوان، اذا بده بصور له صور لك اياهم. لا لا استاذ ما في داعي ابدا، يعني هدول بكفوا بوفوا. يعني أنا فعلا بدي أرجع وهنيك على هالغزارة من لفت النظر، ها؟ لقينا على الخشب. الله يخليك ويسلمك، مو بإيدي أستاذ، مو بإيدي أستاذ بسام، أنا لازم طالع كل شهرين ديوان، إذا ما طالعت بمرض، مرض حقيقي، وأحيانا ترتفع حرارتي، معروفة عني يعني. سلامتك يا أستاذ، سلامتك إن شاء الله. قل لي أستاذ أبو كعبين، شو صار مشان القصيدة تبع المهرجان؟ الحقيقة يا أستاذ أنا ما رح أقدر أكملها بهالظروف الصعبة، ما رح أقدر منوب. يعني ضجيج وجلبة وصخب وضوضاء وهرج ومرج، حتى لا يخيل إلي أحياناً إنه المسألة أكيد فيها مؤامرة، مؤامرة حقيقية. عفواً،
المؤامرة على مين؟ على إبداعي طبعا. لكن معقول كل يوم والتاني اسمع بالليل صوت جد جود على الدرج وقطتين عم يتخانقوا؟ طيب شو المطلوب هلا يا أستاذ أبو كعبي؟ أولا بدي تعملوا حملة بخ مبيدات قوية بكل الحارة. ثانيا حملة شرسة لمكافحة القطط الشاردة والكلاب الضالة حتى يبطلوا تنواية وتعواية. ثالثا وهذا أهم شيء، منع السير بشارع القعقاع يلي أنا ساكن فيه. إيه بس هذا صعب كتير، إذا ما كان مستحيل يا أستاذ أبو كعبين. مستحيل؟ لكن يا ريتكن سمعانين الخبر اللي زاعون بارح بالتلفزيون ببرنامج كلام نواعي. قال بلدية سالزبورغ بالإجماع منعت السير بالشارع اللي ساكن فيه شاعر المدينة فيلهلم سوركي. بقى ليش لحتى يكونوا هن أحسن منا؟ ليش؟ أستاذ مو مسألة إنه هن أحسن منا بس. يا أستاذنا الكبير أبو كعبين، أستاذ بسلامة فهمك طبعاً، يعني حضرتك بتعرف إنه البلد فيها أكثر من 200 شاعر، بقى إذا نحنا بدنا نوقف حركة السير بكل شارع في شاعر بتتوقف حركة السير بالبلد، ما هيك؟ يا أنسة فايزة، يا أنسة فايزة، أنت لساتك صغيرة ما بتفهمي بالأشياء وما بيجوز تغلطي الغلطة الكبيرة مرة تانية. البلد ما فيها 200 شاعر، البلد فيها شاعر حقيقي واحد اسمه المهلب أبو كعبين. مغرور بنفسي بس هذا هو الواقع الحقيقي. طيب طيب يا أستاذ أبو كعبين، أنا رح أتصل بالمرور ورح حل هاي المشكلة، ماشي الحال هيك؟ عظيم كتير. وانتو بالمقابل رح تسمعوا مني قصيدة عصماء لا قبلها ولا بعدها، ورح تخلي كل واحد يسمعها يركض ركض حقيقي بعد الاحتفال ويزرع 10 شجرات دفعة واحدة، مو شجرة واحدة. وختاما أرجو أن نخرج من هذه الصالة ونمضي إلى السهول والطرقات والهضاب ونملأها أشجارا خضراء تسر القلب والعين، والسلام عليكم. نشكر الأستاذ محمود مدير الأحراج على كلمته المعبرة، كما أشكر من جديد سيادة الوزير على حضوره هذا الاحتفال الهام. والآن مع شاعرنا الكبير الأستاذ المهلب أبو كعبين ليسمعنا روائع أشعاره بهذه المناسبة. الحقيقة بيسعدني كتير أني شارككم بهالمناسبة الجليمة المجيدة، وما بخفي عليكم أني لما اتصل فيه الأستاذ سبام بسام رئيس المجلس كنت مشغول كتير بشغل حقيقي بإنجاز ديواني العامس والخشرين الخامس والعشرين يلي رح سميه أبار الدموع. ولما طلب مني الأستاذ بسام أني اشترك بالاحتفال تركت كل شيء وراي وقلت له يا أستاذ بسام صحيح إنجاز الديوان هام بالنسبة إلي بس هالمناسبة أهم، وإذا أنا ما ضحيت فمين رح يضحي؟ شكرا على كل حال، واسمحوا لي هلأ أسمعكم القصيدة السبعينية بهالمناسبة، وأهلا وسهلا فيكم. شو يعني سبعينية؟ يعني 70 بيت أستاذ. وليه؟ هلأ بدي ألقي 70 بيت؟ أكيد أستاذ، يعني ما فينا نوقف ونساوي مشكلة. لا ما عنوان قصيدتي فحيح الأشجار لعصبة الأشرار. شلت أياديكم من الباطي يا قاطعي شجر الزعرور والبلوطي. خسئت وجوههم قطعت أشجارنا مثل الوحوش البهمي والقرباطي، وتركتمونا يا عديمي ذمة في غمرة اليأس المرير والإحباطي. أنتم أصل البلاء لغابة صارت مطاعم فخمة
لمتعهد ضراتي، وبكيت من أسفي على أشجارنا حتى تمازج أدمعي بمخاطي وتوالى إجرامكم في أفيائنا. لك يخرب بيتك يا فايزة، يخرب بيتك وبيتك شاعر مجلوب، ويلعن هديك الساعي اللي وفاتك فيها على استدعاءه. لك رحمة، لك رحمة شبعني بهذه واحنا ساكتين، وفوقها سيادة الوزير طلع من هون زعلان بدون ما يتعشى. استاذ صدقني ابو كعبين ما كان بيقصدكم ابدا. لك يضرب هو هيك شعر، يضرب هو هيك شعر، قسما بالله عرفني قريت الشعر 20 سنة لقدام. من جد قلقان شو؟ منعت السير بالشارع اللي هو ساكن فيه، قال لحتى نوفر له الهدوء ونسمع امداعاته. بس بدك الصراحة استاذ، يعني للأمانة والتاريخ أحسن قصيدة بسمع منه. كمان اكتبي عندك لألك، اكتبي مور أستاذ. أولا يحول خط جميع الباصات والشاحنات والسيارات والسوزوكيات وخط النقل خارج الكونفوي إلى شارع القعقاع أثناء دخولها وخروجها من المدينة. ثانيا يسمح للبسطات بيع الخضار والفواكه وبيعين الغاز وبيعين الكاز بالبيع في شارع القعقاع ليلا نهارا وعلى مدار الساعة. ثالثا يبلغ هذا الأمر للمرور بغية تنفيذه، وخلينا نشوف شعارنا يعرف يبدع. خير استاذ شو في؟ لك المهلب ابو كعبين، هادين ديوانه الجديد. ليش ما هداك يا الشهر الماضي؟ لك هذا ديوان جديد اسمه من وحي الضجيج. ليك شو؟ بطاطا بطاطا خيار بطاطا بطاطا خيار خيار، ويعلو الصياح بسوق الخضار، ويزأر شحن بقرب الجدار، ويخفق قلبي بصدر البهيج، فشيطان شعري يحب الضجيج.